السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا بقيت من الأسبوع الماضي، نبدأ ببعضها حتى يكتمل عدد الأخوة الذين يحضرون. في البداية هذا تنبيه من أحد الأخوة وله أو لشخص آخر تنبيه نظير له، نظير لهذا التنبيه، إلا أن الأول قال خاص والثاني هذا قال أرجو التنبيه لذلك أو التنبيه على ذلك، ولا علاقة له بالدورة، لكن يقول هذا طالب التنبيه جزاه الله خير، يقول: قلتم أمس في شرح مختصر البخاري في الإذاعة يعاتبني قومي بالدين، والصحيح أنه بالدين. وجاء تنبيه آخر في الأسبوع الماضي، وليس المراد أمس، الأمس القريب، السبت الذي قبله، لأن هذه الورقة أرسلت في الأسبوع الماضي. أنا أدركت هذا وعرفت أنها وهي سبقة لسان فقط، وعرفت أنه وقع قبل أن يذاع، وطلب من المخرج أن يعدل، لكنه وعد بذلك وكأنه نسي. وعلى كل حال الصحيح كما ذكر الأخوة يعاتبني قومي بالدين وليس بالدين. في حديث المصرات يقول: ولا تصر الغنم، وعرفنا أن في حكمها الإبل والبقر، وجاء في الإبل أيضا نص خاص، ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني إذا عرف الحقيقة والواقع بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، لأن الأمر لا يعدوه، أغش وغر، لكن الأمر لا يعدوه، إذا رضي وأمسك له ذلك، وإن سخطها وأراد الرد ردها وصاعا من تمر، يعني رد معها صاعا من تمر، وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعا وحسما للنزاع، حسما للنزاع، لأنه لو ترك مثل هذا لاجتهاد الناس، لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى أحد. صاحب الدابة يقول لبني أكثر، والمشتري يقول لبن أقل. على كل حال هذا حكم نبوي، ويزعم الحنفية أنه يخالف القياس، يخالف القياس، لأن المتلفات إن كانت مثلية تضمن بالمثل، وإن كانت قيمية تضمن بالقيمة. اللبن مثلي ولا قيمي؟ هذا القياس، هذه القاعدة، يقول هذا خالف القاعدة، ومثلي ولا قيمي؟ نعم مثلي، يعني مكيل أو موزون؟ اللبن مكيل ولا موزون؟ قد يأتي هذا موزون، إيش موزون، ربما يكال شيء. على كل حال هو مثلي، فالقاعدة عندهم أن يرد مثله بمقداره كيلا أو وزنا، لكن هذا خالف القياس، وعندهم أن النص إذا كان خبر واحد وخالف القياس لا يعمل به. ونقول أن القياس لا بد له من أصل يستند إليه. القياس، اعتبار القياس متى؟ إذا كان له أصل يستند إليه، وقياسهم له أصل، والحديث حديث الباب أصل برأسه، فكيف يرد أصل بفرع؟ كيف يرد أصل بفرع؟ يعني حديث الباب أصل، لأن الأصل المشترط لصحة القياس أن يكون نص، وهذا نص، إذن هذا أصل قائم برأسه، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ فقولهم لا قيمة له.
سم. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله تعالى في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى، عرفنا مرارا أنها في حكم لا تبيع، فإذا جاء النهي بلا الناهية أو بلفظ النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا، فالحكم واحد. ولا التفات لمن لقول من يقول أنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، يعني قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو تعبير الصحابي عن صيغة النهي التي بلغته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق عند عامة أهل العلم، ولا عبرة ولا التفات إلى قول من يقول لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي. يقول نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل هو الحمل، حبل هو الحمل، والحبلة جمع حابل، جمع حابل، مثل ظلمة جمع ظالم، كتبة جمع كاتب، فسقة كفرة جمع فاسق وكافر، وهكذا. وفي بعض كتب اللغة ما يشير إلى أن الحبل، الحبل بالباء يختص بالآدميات بخلاف الحمل، فيطلق على ما في بطون الآدميات وغير الآدميات. وحديث الباب المقصود به حمل الآدميات، حمل الدواب، حمل الدواب يرد على هذه المقالة. فالحمل والحبل بمعنى واحد في الآدميات وغيرها. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. كان الرجل، هذا حكاية واقع، وإلا لو باعه، باعت المرأة هذا البيع قلنا حرام، لكن هذا خرج مخرج الغالب. يبتاع الجزور، والمقصود به الإبل سواء كان ذكرا أو أنثى، كله يقال له جزور، إلى أن تنتج الناقة. تنتج فعل إيش؟ مبني لأي شيء؟ والناقة إيش؟ ما الذي ينتجها؟ الآن الفاعل أين؟ ما الفاعل هنا؟ تنتج الناقة، كيف؟ تقديره يعود إلى إيش؟ نعم، إلى المتأخر، إلى المتأخر لفظا ورتبة، أو إلى المتقدم؟ ما في ضمير، ما في ضمير. الفعل هذا صورته صورة المبني للمجهول، لأن المضارع إذا بني للمجهول ماذا يفعل به؟ ها،
فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى تنتج صورته صورة المبني للمجهول وهو هنا مبني للمعلوم هكذا سمع عن العرب ما في شيء اسمه تنتج إنما الفعل الوارد عنهم تنتج الناقة الناقة فاعل ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها حبل الحبلة حمل الحمل حبل الحبلة حمل الحمل وتفسير هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن أمه حبل الحبلة حمل الحمل بنتاج الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى هذه الناقة الكبيرة ناقة شارف مشرفة على النهاية لحمها جيد ولا ردي ليس بجيد ولادتها محتملة ولا لا نعم يقول بدلا من أن تجلس لا أستفيد من لحمها ولا ولدها أبيعها آجل بحمل حمل هذه الناقة زيد عنده شارف ناقة كبيرة مسنة وعمر عنده ناقة حامل أو حابل في بطنها حبل يأتي زيد إلى عمر ويقول أبيع هذه الشارف في الحبل الذي في بطن هذه لا الحبل الذي سوف تحبل به ما في بطن هذه الناقة حبل الحبلة فلا شك أن مثل هذا البيع هو من عقود الجاهلية ممنوع في الشرع لماذا نعم الجهالة والغرر الجهالة وغرر وهو أيضا بيع معدوم بيع معدوم بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ومجهول من كل وجه الغرر فيه يعني بيع الحبل الذي في بطن هذه الناقة أسهل من بيع حبل الحبل لماذا؟ احتمال أن يكون ما في بطن هذه الناقة ذكر فكيف يشترى أو يباع حبل الحبل الذي في بطن هذه الناقة كيف يؤول العقد ما مآل العقد فيما لو كان الحبل الأول ذكر لا بد أن مثل هذا يفضي إلى النزاع وإذا كان الشرع يمنع من بيع الحبل الأول فلا أن يمنع الحبل الثاني من باب أولى لا يجوز بيع الحمل في بطن للغرر والجهالة وما يدرى مصيره هل يخرج حي أو ميت هذا أحد التفسيرين لحبل الحبلة ومنهم من يقول إن معنى حبل الحبلة أن يجعل حبل الحبلة أجل يحل به الثمن صاحب الشارف يبيعها على عمرو زيد صاحب الشارف يبيعها على عمرو لا يبيعها بحبل الحبلة يبيعها بمبلغ من المال 100 درهم متى يحل هذه 100 درهم إذا نتج الحبل الذي في بطن هذه الناقة يكون الأجل الآن الذي في بطن هذه الناقة متى يولد يولد بعد أشهر نعم افترضنا أن هذا الحبل صار أنثى ثم صلح لأن يحبل فحبل ثم ولد هذا الحبل
وحينئذ يحل الأجل. الأجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول. وعلى كلا الوجهين البيع ممنوع ومنهي عنه ومحرم، وهو بيع باطل، لأن الجهالة لا شك أنها تفضي إلى النزاع. بعض الجهالات في البيوع إذا كانت مغتفرة ويسيرة أو تابعة لمعلوم جازت. اشتريت بيت، هل من لازم هذا البيع أن تعلم كل ما في البيت؟ نعم، ما يلزم، ما يلزم أن تعرف كل ما في البيت من أساسات. تقول للبائع اكسر لي هذا الجدار لينظر أساسه، لا، ما يحتاج. هذه جهالة لكنها مغتفرة. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يبدو حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم. حديث ابن عمر الثاني، ولذا كني عنه بالضمير وعنه، وهذه عادة أهل العلم في المختصرات أنهم لا يعيدون الاسم ظاهر إذا كان الراوي هو راوي الحديث السابق، فيقولون عنه. وعنه يعني عن ابن عمر راوي الحديث السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، الذي في الصحيحين والعمدة من الصحيحين هذا الأصل، نهى البائع والمبتاع، وإن كان ابن حجر شرح على هذا اللفظ في فتح الباري نهى البائع والمشتري، لكنه لا يوجد في شيء من روايات الصحيحين، إنما نهى البائع والمبتاع، والمبتاع هو المشتري، ونهى البائع والمشتري هذا لفظ أبي داود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. متى يبدو صلاح الثمرة؟ حتى تزهي، حتى تزهي كما بين في الأحاديث الأخرى، وفي حديث حتى تشقح. حتى تشقح ما معنى تزهي؟ تحمر أو تصفر؟ تحمار بالمد أو تصفار بالمد أيضا كما في بعض الروايات، في روايات أخرى كما عندنا حتى تحمر. يعني إذا كان اللون أحمر حتى يظهر هذا اللون في هذا النوع من التمر، وإذا كان البسر أصفر حتى يظهر هذا اللون من التمر، وحينئذ يأمن العاهة، لأن العادة جرت بذلك أنه إذا وصل إلى هذه المرحلة يأمن العاهة، وقبل ذلك تلفه محتمل. ولذا قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهو في الغالب كما جاء في بعض الروايات حتى يطلع النجم، فإذا طلع النجم الثريا فإنه حينئذ يأمن العاهة. فعلى هذا التمر لا يجوز بيعه على سبيل الاستقلال، وبشرط التبقية إلا بهذا الشرط حتى يزهي ويأمن العاهة. لكن لو قال شخص: أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة وهي خضراء صغيرة الحجم، يقال له: لا يجوز حتى تحمر وتصفر. يقول: أنا أريد أن أشتري وأقطع لأجعله علف للدواب،
يجوز ولا ما يجوز؟ نعم بشرط القطع يجوز، بشرط القطع يجوز، لأنه اشتراه على هذه الصفة ويريد أن يستفيد منه على هذه الكيفية، لا يريد أن يأكله تمرا نقول انتظر حتى يأمن العاهة ويزهي، يريد أن يقطعه، أن يقطعه علفا لدوابه لا بأس. إذا بيع تبعا لأصله، إذا بيع تبعا لأصله فحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا بيعت النخلة بما عليها حينئذ يجوز بيعه ولو لم يزهي ولو لم يحمر أو يصفر، لأن البيع لهذه النخلة، وثبت تبعا لبيعها حملها. ومثله ما لو بيعت شاه في بطنها حبل أو ناقة أو بقرة، نقول لا يجوز بيع الحمل، لا يجوز بيع الحمل في البطن؟ نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز، لكن تبعا لأمه يجوز، لأن القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة، يعني أصابتها آفة أو وقف نموها، وقوف النمو معروف يستمر، شيص يسمونه، تعرفون الشيص؟ نعم يستمر. هنا منع الله الثمرة بمنع نموها، فإذا أراد المشتري أن يشتريها للأكل أو بشرط التبقية حتى تنضج يقال لا، لا حتى تزهي، لأنه إذا باعها عليه فمنع الله الثمرة صار من أكل أموال الناس بالباطل، وإن وجد التراضي من الطرفين، لأن التراضي لا وحده لا يكفي. نعم التراضي من الطرفين شرط لصحة البيع، بمعنى أنه لا يجوز الإكراه لا على البيع ولا على الشراء، لكن مع اعتبار الشروط الأخرى. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. نعم تقدمت الإشارة إلى بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان، وعرفنا العلة في ذلك. يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، فدل على أن صيغة النهي الصريحة لا تفعل تساوي التعبير بلفظ النهي، وأنه لا عبرة بقول من يقول لا حجة في التعبير بالنهي أو الأمر حتى ينقل لفظ النبوي، هذا القول ساقط لا حظ له من النظر. وإن علل بما علل وقال إن الصحابي قد يسمع لفظ يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا مقاصد الشرع وعاشروا الرسول، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية من يفهمها؟ على كل حال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، يستقبلهم الحاضر صاحب البلد قبل أن يقدموا فيشتري منهم، وحينئذ يغبنهم. لكن لو حصل، لو حصل تلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق واشترى منهم وانصرف البائع، كل بيع صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح مع الإثم. لكن لو عرف البائع أنه مغبون ورجع لا شك أنه له الخيار. وأن يبيع حاضر لباد، النهي عن تلقي الركبان لمصلحتهم،
والنهي عن بيع الحاضر للبادي لمصلحة أهل البلد الجماعة، وقلنا أن الشارع يلاحظ مصالح الجميع فلا ينظر إلى مصلحة أحد ويهمل مصلحة غيره. فقال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، يعني دلال. إذا وصل إلى البلد دع السلع عندي حتى أبيعها لك بالتدريج، كانت جملة يقول أبيعها لك بالتقطيع أكثر القيمة بالتدريج، أو دعها يوم أو يومين لئلا نستعجل على بيعها كي تزيد قيمتها، هذا لا يكون له سمسار. والباد كما أن الركبان أيضا وصف أغلبي، والحديث خرج مخرج الغالب، لكن لو جاء مشاة، ما هم راكبين، مشاة على أرجلهم ومعهم بضائع، يجوز أن يتلقوا؟ لا يجوز. الغالب أن من يقدم هو راكب، هذا الغالب. وكذلك الغالب أن من يقدم لبيع سلعة إلى الحواضر أنه بادي، ومثله سكان القرى المنقطعة الذين لا تبلغهم الأسعار الحقيقية. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما. نهى عن ذلك كله. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نعم تفسير. نعم سمي شيء عندك تفسير المحاقلة؟ نعم. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. ما عندك بصافية؟ بصافية ما في؟ ما عندي. هذه بعض النسخ، بعض النسخ بصافية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة مفاعلة من طرفين كما تقتضي الصيغة، من الزبن وهو الدفع، بمعنى أن كل واحد يدفع صاحبه. إيش معنى المزابنة؟ المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما. نهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله، عن جميع هذه الصور وما في معناها. المزابنة مفاعلة من الطرفين، كل واحد يزبن الثاني أن يدفعه. معنى هذا تأتي إلى صاحب بستان وتمره على رؤوس النخل رطب، فتقول له: أنا أعطيك بقدره تمر جاف مكبوس، شئت فقل مرصوص، الآن كم يجي هذا من صاع الذي على رؤوس النخل؟ نعم، يقول 500 صاع. يقول: أنا أعطيك 500 صاع مكبوس جاهز، كل إن شئت وبع إن شئت، واترك اللي على رؤوس النخل وأتعبه ويحتاج إلى عناية.
هذه مزابنة، أو يأتي إلى صاحب العنب وهو طريء في شجره فيقول له أنا أشتري منك هذا العنب وهو في عريشه في أشجاره بهذه الصناديق من الزبيب، والعنب افترض أنه 1000 كيلو وهذا الصناديق فيها 1000 كيلو، أو يأتي إلى صاحب الحب في سنبله فيبيعه بقدره طعام جاهز، كل هذا لا يجوز. كل هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه إذا بيع الربوي بجنسه، إذا بيع الربوي بجنسه ماذا يشترط؟ نعم، المماثلة تساوي، وأن يكون يدا بيد تقابض. طيب، هذا يقول الآن أنا أسلمك التمر المكبوس، خذه الآن، وأنا أستلم ما على رؤوس النخل بالتخلية، لأن القبض في كل شيء بحسبه، والتساوي متساوي، هذا 500 صاع وهذا 500 صاع. تم التماثل والتقابض، فما علة المنع؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ ما أسمع. القيمة؟ لا، القيمة غير منظور إليها، غير منظور إليها. لو جئت بصاع من التمر الذي لا يسوى 2 ريال أو 3 أو 5 وبدلته أو بعته بصاع مما يستحق 100 ريال، ما أحد يقول لك حرام. هذا رطب وهذا رطب، أو هذا جاف وهذا جاف. لكن هل يمكن أن تتحقق مساواة الرطب بالجاف؟ جاء في الحديث: أينقص التمر أو الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ما يمكن تتحقق المماثلة، لا يمكن مماثلة الرطب مع الجاف، فلهذا منع. ولو قال: أنا آخذ 500 صاع وأعطيك 500 صاع، لأن هذه 500 الرطبة إذا جفت مآلها أن تكون 400، فلا تتحقق المساواة. هذا هو السبب، فلا يجوز حينئذ أن يباع الرطب بالجاف. والمخرج من ذلك كيف يخلي؟ إذا أراد أن هو عنده تمر قديم مرصوص بتمر جديد مع الناس، استثنيت مسألة العراية، لكن هو ما يكفيه القدر المحدد في العراية، يقول: أنا ما يكفيني إلا قدر المسموح به مرتين. نعم، هل نقول له: أجري عقد العرية مع 2، أو نقول: بع التمر الذي عندك واشتر طري؟ نعم، هذا الأصل، كما جاء التوجيه: بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا. هذا هو المخرج من الربا، هذا هو المخرج من الربا، يباع هذا بالدراهم ويشترى بالدراهم تمر آخر، يباع الجاف ويشترى الرطب، يباع الردي ويشترى جيد. ومثله العنب مع الزبيب، لأنه لا يمكن أن يتم التساوي. ومثله أيضا الحب،
الحب في سنبله لا يمكن تساويه مع الحب الخالص من السنب. لماذا؟ لماذا؟ الآن الخرص أليس بدقيق إلى حد ما؟ الخرص عند أهل الخبرة، نعم دقيق إلى حد ما، يعني يأتي الخبير ويقدر ما في هذا البستان من التمر، من الزبيب، من العنب، من العيش إلى آخره، دقيق إلى حد ما. لكن المسألة أعظم وأدق، وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. على كل حال هذا معنى المزابنة. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، مفاعلة، والمحاقلة، وعن المزابنة تقدم، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أيضا تقدم، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المخابرة والمحاقلة، المحاقلة فسرها المصنف بأنها بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، بحنطة صافية، بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، فتدخل بإيش؟ في المزابنة في الحديث السابق. وكان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، تدخل في المزابنة على هذا. هذا تفسير المحاقلة عند المصنف. ومن أهل العلم من يرى أن المخابرة والمحاقلة والمزارعة معانيها متقاربة، فالمحاقلة أن تدفع الحقل إلى من يزرعه، المخابرة أخذ من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر أن يعملوا في هذه البساتين بالدراهم والدنانير أو بجزء مشاع مما يخرج منها. وعلى كل حال الكلام في المزارعة طويل، والخلاف بين أهل العلم كثير. جاءت أحاديث عن رافع بن خديج وغيره في منع المزارعة منعا باتا، يعني في حكمها المخابرة والمحاقلة. وجاءت أحاديث تدل على جواز المخابرة والمزارعة والمحاقلة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عامل أهل خيبر بجزء. فتنزل الأحاديث التي تمنع هذه المعاملات على إيش؟ المزارعة، تدفع الزرع لمن يعمل فيه بأجرة بدراهم أو دنانير، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم، لا إشكال فيه، هذا أجير. تدفع هذا الزرع لمن يسقيه، أو تدفع هذه الأرض لمن يزرعها، بجزء منها لا يخلو هذا الجزء إما أن يكون مشاعا للعامل الربع، للعامل الثلث، للعامل النصف،
له أكثر له أقل مشاع. ومتى يعرف؟ يعرف عند النهاية، نهاية الأمر. إذا جذ النخل حصد الزرع عرف نصيب العامل وعرف نصيب صاحب الأرض، هذا لا إشكال فيه إذا كان الجزء مشاعا. لكن إذا كان الجزء معلوما، دفعت الأرض لمن يزرعها على النصف وقلت للعامل لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع، وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع. لماذا؟ لأنه قد لأنه قد ينبت الزرع وينمو حتى يتم في نصيب العامل، ويموت الزرع في نصيب صاحب الأرض فيتضرر صاحب الأرض، أو العكس فيتضرر العامل. وعرفنا مرارا أن الشرع جاء بالتوازن وجلب المصالح للجميع، ولا يكون أحد يستفيد على حساب غيره. فعلى هذا إذا كانت بهذه الصورة لك النصف الشمالي ولي النصف الجنوبي، نقول لا، وما يدريك لعله لا تنبت ينبت هذا الجزء الذي خصصته للعامل، فبما تستحل عمل أخيك؟ فبما تستحل عمل أخيك؟ ولعله ينبت الجزء الذي العامل دون الجزء الذي صاحب الأرض، فبما يستحل العامل نتاج أرض أخيه؟ نتقدم لنا، أرأيت إن منع الله الثمرة، أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهذه يمكن أن تطرد في جميع الصور. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المزابنة عرفنا أنها في التمر وفي الحب وفي العنب، وهل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذه الثلاثة إذا كانت رطبة لا تباع إلا بالدينار والدراهم، يعني لا تباع بجاف، لا تباع بجاف إلا العرايا، إلا العرايا. والعرايا يأتي تفسيرها في الباب اللاحق. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، بدري منسوب إلى بدر، على خلاف بين أهل العلم هل شاهد الواقعة أو لمجرد كوني سكن بدرا فنسب إليها، والبخاري رحمه الله يثبته في من شهد بدرا، والجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكنها فنسب إليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، ما العلة؟ نعم، نجس. الآن الكلب لا يجوز بيعه،
مطلقا ولا البيع الذي يستفاد منه يجوز بيعه؟ مطلقا. من شروط صحة البيع أن تكون العين المباعة إيش؟ مباحة النفع مطلقا ولا بلا حاجة؟ أن تكون العين المباعة مباحة النفع إيش؟ من بيقولون بلا حاجة؟ نعم؟ كيف؟ أن تكون العين يعني السلعة المباعة مباحة النفع بلا حاجة في هذا القيد، لأنه إذا كان نفعها مقيدا بالحاجة كالكلب حينئذ لا يجوز بيعه. نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا. طيب راد فلان احتاج الكلب صيد، احتاج الكلب زرع، احتاج الكلب ماشية، وقد أذن الشارع باتخاذه، نقول هذا يباح نفعه للحاجة وحينئذ لا يجوز بيعه. فالذي يجوز بيعه لا يقيد بالحاجة، يكون مباح النفع مطلقا من غير قيد بالحاجة. وهذا يغلق الباب على كل من يدعي الحاجة إلى ما لا يجوز بيعه، ولو أبيح هذا الانتفاع به لهذه الحاجة. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. لا شك الكلب المأذون باتخاذه مختلف فيه، لكن عموم الحديث يشمل الكلب المأذون باتخاذه والكلب المحرم اتخاذه، لأنه ما استثني من الكلب إلا كلب الماشية والصيد والزرع، ومع ذلك لا يجوز بل يحرم اتخاذه، وينقص من عمل مقتنيه كل يوم قيراط، في رواية لمسلم قيراطان. الكلب مفرد ولا جمع؟ نعم مفرد. نكرة ولا معرفة؟ معرفة. تعريفه بأل، والمفرد إذا عرف بأل أفاد العموم، أفاد العموم، فعموم الكلاب منهي عن ثمنها. مهر البغي ما تأخذه البغي وهي الزانية أجرة للاستمتاع بها وهو حرام إجماعا، وهو سحت. وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن أجرة أو مقابل كهانته، ومثله العراف والمنجم، كذلك سائر الكذابين والدجالين، والله المستعان. مهر البغي وحلوان الكاهن محل إجماع أنه لا يجوز أخذه. طيب ما دام لا يجوز أخذه إذن لا يجوز دفعه، لأن ما حرم أخذه حرم دفعه. لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء أو يغري من يوافقه من النساء بالعوض الكثير، فتقع مثل هذه النسوة في حبائله، ثم يقول في النهاية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي لا يدفع شيء. يتخذ مثل هذا الذريعة، ومثل من يتعامل بمعاملات محرمة، والشرع يمنع مثل هذه المعاملات. من يقدم على الربا ويعرف تحريم الربا وفي قرارة نفسه أنه لن يدفع إلا رأس مال المرابي.
فيأخذ أموال الناس بهذه النية. نقول مثل هذا ينبغي أن يعامل بنقيض قصده، فتؤخذ منه هذه الأموال وتصرف بنية التخلص منها، لأن كسب خبيث، بنية التخلص منها في المصارف غير الطيبة، في مجاري، في دورات، في غيرها، فيما أشبهها، ولا يترك لمثل هؤلاء الذين يتحيلون على العقود المحرمة في مثل مهر البغي، مثل حلوان كاهن، مثل تعامل بالربا، يقدمه عارف الحكم يغرر بهؤلاء. هم نعم هم مجرمون، كلهم مشتركون في الإجرام، لكن إذا بذل أكثر قد يغرر بالعفائف. لو جاء شخص لامرأة محتاجة عفيفة محصنة وتحت ضغوط الحاجة وظروف المجتمع، قال أنا أدفع مليون، فمكنته من نفسه، وفي النهاية قال مهر البغي خبيث لا يجوز دفعه. نعم نقول نعم مهر البغي خبيث، لكن أنت خبيث أيضا، فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده، لا يتخذ مثل هذه ذرائع للضغط على مثل هؤلاء. هؤلاء خبثاء كلهم لا شك، لكن الأشرار لهم مسائل، والله المستعان. تأذن؟ تفضل. الحديث الذي يليه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذه ثلاثة أمور موصوفة بوصف واحد، وهي متفاوتة في الخبث. لا شك أن مهر البغي أخبث من ثمن الكلب، وثمن الكلب أخبث من كسب الحجام، ولا يقول بالتساوي إلا من يقول بالاحتجاج بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة جدا عند جماهير أهل العلم. ثمن الكلب خبيث، عرفنا أن الكلب لا يجوز بيعه ولو اقتضت الحاجة، لا يجوز بيعه ولو اقتضت الحاجة. شخص احتاج كلب، كلب صيد، احتاج كلب زرع، احتاج كلب غنم، ماذا يصنع؟ يوجد كلاب عند بعض الناس معلمة على هذه الأمور، ولن يستطيع الوصول إليها أو الحصول على حاجته إلا بدفع قيمتها. نقول الحاجة في مثل هذه الصورة كما قرر الحنابلة وغيرهم، وهو مروي عن الإمام، أنه في مثل هذه الحالة يجوز الشراء ولا يجوز البيع. الثمن خبيث بالنسبة للبائع، لكن الدافع المحتاج. بيع المصحف، المصحف بيعه حرام عند جمع غفير من أهل العلم، لأن بيعه امتهان له، لكن شخص احتاج مصحف والذي بيده لا يدفعه إلا بقيمة، نقول قاعدة الحنابلة اشتر هذا المصحف، بالنسبة للمشتري محتاج ما عليه شيء. كلام في البائع، احتاجت كتاب وقف ولا وجدت غير كتاب وقف أنت بحاجته، وبيع الوقف حرام. نقول أنت محتاج ومعذور، والبائع قيمته خبيثة، قيمة المبيع خبيثة. على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها. لا شك أن فيه شوب من التعاون، تعاون مع هذا البائع الذي يبيع صاحب هذه المكاسب الخبيثة، لكن مع ذلك الأمور تقدر بقدرها. مهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث، كسب الحجام خبيث. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته،
وسأل مواليه أن يخففوا عنه، يقول كسب الحجام خبيث عليه الصلاة والسلام، ويحتجم ويعطي هذا الكسب، أو نقول إن الخبث يتفاوت، نقول هذا ثمن إخراج دم والدم خبيث، هذه مهنة سيئة دنيئة لا تليق بأشراف الناس، من يتكسب من ورائها؟ لكن على كل حال بالنسبة لأدنياء الناس الذين لا يجدون إلا مثل هذه الأعمال، قرر أهل العلم أن مثل هذه المهن أفضل من الحاجة وتكفف الناس وسؤالهم. كون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، أعطى أبا طيبة الحجام، هذا يدل على جواز الدفع عند الحاجة، ويبقى أن الآخذ يأخذ مالا خبيثا. والخبث قد يطلق على بعض المباحات، الخبث الثوم والبصل شجرتان ايش خبيثتان، لكن هل حرام ولا حلال؟ حلال. جاء في صحيح مسلم: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: إني لا أحرم ما أحل الله. فالوصف ينظر إلى الموصوف من أكثر من زاوية، قد تكون مادته طيبة ورائحته خبيثة. نعم، فينظر إليه من أكثر من جهة، ويطلق على الثوم حينئذ أنه طيب من جهة وخبيث من جهة، ويجوز مثل هذا إذا انفكت الجهة، وإلا لو كان خبيثا بالمعنى الشرعي لصار حراما، بدليل قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا شك أن الخبث وصف، وهذا الوصف إذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف به الطيب، أما مع اتحاد الجهة فلا، لأنه يلزم عليه التناقض. فكسب الحجام، عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، ولو كانت كسبه محرما لما أعطاه، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. وعرفنا أن المحتاج إلى الشيء يعذر أكثر من غيره، فمشتري الكلب معذور عند الحاجة بخلاف بائعه، مشتري المصحف عند من يقول بتحريم بيعه معذور بخلاف بائعه، المحجوم معذور في دفع الأجرة بخلاف الحجام نفسه. من الزيادات في العمدة الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل. الفحل من البهائم، من الغنم والإبل والبقر، إذا نزع عليها، نزع هذا الذكر على الأنثى الأجرة تسمى عسب. ومنهم من يقول أن العسب هو الماء ويراد بذلك قيمته. على كل حال ما يؤخذ في مقابل الإنزاء على هذه الدواب. وكل هذه الأمور التي هي في الأصل مباحة ككسب الحجام وعسب الفحل، الشارع حينما يطلق مثل هذه العبارات من أجل أن يتعاون الناس ويتبادلوا المصالح، ولا تكون الدنيا هي همهم، احتاج أخوك إلى ما عندك، لا يلزم أن يكون كل شيء بالحساب، احتاج إلى حجامة احجم ولا تأخذ، احتاج إلى أن ينزو فحلك على أنثاه من الغنم أو الإبل والبقر لا تأخذ عليه مكسب. ونحن نلاحظ في الأيام الأخيرة يؤتى
بهذا الماء من بلدان بعيدة بأقيام غالية لتحسين النسل كما يقولون. وعلى كل حال هذه المهن مهن دنيئة لا ينبغي لأشراف الناس أن يزاولوها. من الزوائد قوله عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من رواة الصحيح مسلم وهو معروف بالتدليس، قال سألت جابرا، هنا انتفت تهمة التدليس إلى أن أصرح بالسؤال. سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن ثمن الكلب والسنور. ونحن نرى في أسواق المسلمين السنور يباع والكلب يباع، كل هذا من التساهل في مثل هذه النصوص. زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن ثمن الكلب والسنور. الكلب عرفنا أن مشتريه قد يكون محتاجا له في صيد أو حراسة أو حراسة زرع أو غنم وما أشبه ذلك، لكن السنور قد يحتاج إليه في القضاء على إيش؟ على الفار. قد يقول أنا محتاج إلى هذا السنور، هذا القط، هذا الهر، أنا محتاج إليه. هل نقول إن حاجتك مثل حاجة من أراد كلب صيد أو زرع أو حرث أو ماشية فيباح لك حينئذ أن تشتري هذا السنور؟ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونلاحظ أن الزجر عن الثمن سواء كان في ثمن الكلب، ثمن السنور، الكسب، كسب الحجام، وليس الزجر عن أصل العقد لئلا يتناول الاثنين فيكون متأكدا في حق الآخذ دون المعطي. هذا يسأل عن شروح العمدة الصغرى التي نحن بصدد شرحها، من أعظم شروحها شرح ابن دقيق العيد إحكام الأحكام، وابن الملقن الإعلام بما في عمدة الأحكام بفوائد عمدة الأحكام. طيب، ومن ذلكم تيسير العلام في موارد الأفهام من سلسبيل عمدة الأحكام، وفي كتب كثيرة شروح العمدة أكثر من 10، لكن من أنفسها وأجودها لطالب العلم المتأهل شرح ابن دقيق العيد على صعوبة فيه وتعقيد في عبارته ومآخذه، يعني شرح ابن الملقن على طوله أسهل من شرح ابن دقيق العيد. وحواشي الصنعاني على شرح ابن دقيق العيد مفيدة جدا، تحل كثير من الإشكالات، فيعتني طالب العلم بهما. وشرح الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه أحد المتعلمين. وهذا يقول ما الأفضل لطالب العلم من شروح بلوغ المرام؟ هل هو فتح العلام شرح بلوغ المرام أم سبل السلام؟ فتح العلام صورة لسبل السلام، هو مأخوذ بحروفه من سبل السلام، إلا أنه حذف مذاهب المبتدعة، حذف مذاهب الزيدية والهادوية التي أدخلها الصنعاني قصدا لترويج الكتاب، لترويج كتابه، لأنه في اليمن وعامة أو غالب أهل اليمن منهم، وهذا في السابق على وقت الصنعاني، وإن كان والآن نسبة أهل السنة زادت في اليمن ولله الحمد. هذا يسأل عن السنور، ما هو؟ سؤال من برا من الجزائر. السنور هو القط وهو الهر،
وله أسماء كثيرة جدا، يختلف اسمه من بلد إلى بلد، لكن الهر معروف، مثلها القط أيضا. ويسأل أيضا عن زكاة العسل وما نصابه. زكاة العسل، من يجيب؟ نعم نعم، عرض من هو؟ من هو؟ يعني عرض، إذا كان عرض معروض التجارة فهو كغيره من عروض التجارة، زكاته ربع العشر من قيمته. نعم، كيف؟ نصابه نصاب سائر الأموال من عروض التجارة، يقوم. نعم يقوم ويخرج من قيمته ربع العشر. والأسئلة كثيرة جدا، يعني ما أدري كيف بنستطيع أن نجيب عليها. كم باقي على الإقامة؟ يقول: شخص اشترى سلعة وأعطى البائع نقوده، فلما أراد استرجاع باقي ماله لم يوجد المال الكافي للاسترجاع، فقال له: أعطيك المال بعدما يوجد عندي الكافي لذلك، ويكون المال عندي البائع والمشتري، أخذ السلعة، فما حكم ذلك؟ كيف؟ سؤال ركيك، لكن الذي فهمت منه أن هذا اشترى سلعة، اشترى سلعة فأعطى البائع النقود، فلما أراد استرجاع باقي مال لم، كيف؟ كأن هذه السلعة ظهر فيها عيب، وإلا كيف يسترجعها؟ أو بإقالة، قال إنه استغنى عن هذه السلعة، فقال له صاحبها: أنا قبلت الإقالة، أو فسخنا العقد للعيب، لكن أن دفعت قيمة السلعة، أنا والله ما عندي شيء الآن، اصبر حتى يأتي شيء أعطيك مالك. اشترى سلعة بألف ريال فظهر فيها عيب، فأرجعها إلى صاحبها، قال: نعم قبلت، أو تبين له أنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة، فذهب إلى البائع فقال: أقلني جزاك الله خير، قال: قبلت، خلاص أقلتك، اترك السلعة، لكن أنا والله الآن ما عندي ألف، عندي 500، و500 تجي إن شاء الله. ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف؟ لا مانع منه، ينتظر حتى يوجد، وإن خاف على 500 الثانية، نعم إن خاف عليها يرضى بالسلعة. يقول: ما حكم غيبة الشخص الذي لا أعرفه ولا يعرف أحد السامعين، مع علم أن الشخص الذي اغتبته ليس معنا، لأننا قد رأيناه في طريق مزدحم، لأنه أخطأ علينا في قيادة السيارة، وحصل بيني وبين زميلي. هو يقول: حرام أنا أقول لا، يعني شخص اعتدى في طريق الناس، اعتدى عليهم في الطريق، أما راح يمين أما راح يسار، وخوفهم روعهم، فجاء واحد قال هذا، ذكره بما يسوءه، قال: هذا مجنون، هذا فيه ما لا فيه، أو دعا عليه بقدر ظلمه لهم. إذا كان مجهول فلا غيبة له، لكن إذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب. إذا قيل أن شخص روع الآمنين فحط مراح يمين ومراح يسار في هذه الطرقات السريعة، لا جزاه الله خيرا ولا وفق ولا بارك فيه، أكثر يحذر الناس مثل هذا العمل. يقول: هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البائع والمشتري، أو أن هناك فترة شرعية بذلك؟ أما إذا اتفقوا على وقت للخيار، هذا يسمى خيار، إذا اتفقوا على وقت على أن يردها المشتري خلال 3 أيام 4 أيام شهر، لا بأس، الأمر لا يعدوه، لكن إذا لم يتفق على وقت، نعم، فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث،
فهو بالخيار ثلاثا مثل حديث المصرات، فإذا زاد على الثلاث ليس له أن يرد. يقول: يوجد لدى محلات التقصيد للسيارات أشخاص يشترون من المقترضين، يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالآجل، يشترونها نقدا، كذلك عند دخولك الحراج بالسيارة والبيع يتلقاك أشخاص، فهل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟ إذا كان الشخص متصور أنه لا يعرف قيمة السلعة، لا يعرف ماذا تستحق هذه السلعة، ويأتي شخص ليغرر به فيبيع بنصف القيمة، فهذا من التلقي. أما إذا كان الشخص وهو هذا هو الغالب، شخص اشترى سيارة قيمتها نقد 40,000، اشتراها 50 أقساط، فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له 20، ويعرف أنها تستحق 40، باع عليه، نقول هذا ممنوع ولا جاهز؟ جاهز، هذا هو اللي فرط. وفي الغالب مثل هؤلاء يشترون بنازل شيء يسير. يقول: يحدث في بعض المتنزهات أنه يوجد شخص معه مجموعة من البضائع، ومعه شيء يرمى به مثل المسدس، فيأتي الشخص ويدفع 10 ريالات ويرمي، فأي نوع أصابه من البضاعة أخذه؟ فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصات أو المنابذة؟ هذا بيع الحصات، وهي أن يرمي الحصات على بضاعة أو على رأس من الغنم أو على ثوب أو على مجموعة ثياب، أي ثوب يقع عليه، وهذا منه، هذا من بيع الحصات. يقول: يوجد في المعارض من يتلقون أصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري منهم قبل أن يعرض للبيع. على كل حال، إذا كان هذا المتلقى متصور منه أنه يجهل الثمن، وباع ادعى أنه يجهل وباع وادعى الغرر، صار بالفعل يعني الثمن قليل بالنسبة لما تستحقه، له الخيار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.